في الليلة 61 قالت شهرزاد للملك شهريار: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب لما قال للمزين لابد أن أحضر أصحابك عندي يوما. أجابه المزين وقال: اصبر حتى أمضي بهذا الإكرام الذي أكرمتني به، وهو يقصد الطعام والشراب الذي أتى به خادم الشاب، وأدعه عند أصحابي يأكلون ويشربون، ثم أعود إليك وأمضي معك إلى أصدقائك، فليس بيني وبين أصدقائي حشمة تمنعني عن تركهم والعود إليك عاجلا، وأمضي معك أينما توجهت. قلت حينها: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن الموضع الذي أمضي إليه لا يقدر أحد أن يدخل إليه غيري. فقال: أظنك اليوم في ميعاد واحد، وإلا كنت تأخذني معك، وأنا أحق من جميع الناس بذلك، وأساعدك على ما تريد، فإني أخاف أن تلتقي امرأة أجنبية فتروح روحك، ومدينة بغداد هذه لا يقدر أحد أن يعمل فيها شيئاً، ووالي بغداد قد عظم شأنها. فقلت: ويلك يا شيخ الشر، أي شيء هذا الكلام الذي تقابلني به؟ سكت سكوتاً طويلاً، وأدركنا وقت الصلاة، وجاء وقت الخطبة وقد فرغ الحلاق من حلق رأسي. وقلت لها: امضي إلى أصحابك بهذا الطعام والشراب، وأنا أنتظرك حتى تمضي معي. ولم أزل أخادعه لعله يمضي، فقال: إنك تخادعني وتمضي وحدك وترمي نفسك في مصيبة لا خلاص لك منها، فبالله لا تبرح حتى أعود إليك وأمضي معك حتى أعلم ما يتم من أمرك. فقلت لها: نعم لا تبطئ علي. فأخذ ما أعطيته من الطعام والشراب وغيرها، وخرج من عندي وسلمه إلى الحمال ليوصله إلى منزله، وأخفى نفسه في بعض أزقة المدينة. قمت حينها وقد سمعت من الصوامع آذان الجمعة، فلبست ثيابي وخرجت وحدي، وأتيت إلى الزقاق الذي فيه البيت الذي رأيت فيه تلك الصبية، وإذا بالمزين خلفي وأنا لا أعلم به. فوجدت الباب مفتوحاً ودخلت، وإذا بصاحب الدار عاد إلى منزله من الصلاة، ودخل إلى القاعة وأغلق الباب. فقلت: من أين عرم هذا الشيطان بي؟ اتفق في هذه الساعة لأمر يريده الله أن صاحب الدار أذنبت جارية عندها فضربها فصاحت، فدخل عنده عبد ليخلصها فضربه أيضا فصاح هو الآخر. اعتقد المزين أنه يضربني أنا، فصاح ومزق ثيابها وجث على ركبه وصار يصرخ ويستغيث، والناس حوله وهو يقول: قتل سيدي في بيت القاضي. ثم مضى إلى داري وهو يصيح والناس خلفها، فأعلم أهل بيتي وخدمي بأن القاضي قد قتلني، فما داريت إلا وهم قد أقبلوا يصيحون. كل هذا والمزين أمامهم وهو يصيح هو الآخر، وقد أقبلوا نحو الدار التي أنا فيها. لما سمع القاضي ذلك عظم عليه الأمر، وقام وفتح الباب فرأى جمعاً عظيماً فبهت، ثم قال: ما قصتكم يا قوم؟ فقال له الخدم: إنك قتلت سيدنا. استغرب القاضي وأجاب: وما الذي فعله سيدكم هذا حتى أقتله؟ ثم أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.